السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. بعض الناس يبالغ جدا في بيان غضبه أو عدم رضاه أو عناده أو ما شابه ذلك من الأمور، فيقول لا أرضى ولو انطبقت السماء على الأرض. هذه لا شأن بها بالأمور الشرعية، ليست قضية شرعية، وإنما قد يرضى بعد ذلك، فلا داعي لمثل هذه المبالغة. هذه مبالغات، لكن لا شأنها بقضية شرعية. كأنه يقول لو صارت الجبال ترابا لن أرضى، لو انقلب الماء خلا لن أرضى، هذا كله يعني من باب أنه يعني لن يرضى، يبالغ في بيان عدم رضاه، فيقول لن أرضى ولو انطبقت السماء على الأرض. هذه لا دخل لها بالشريعة، هذه يعني كلمات يقولها الناس من باب المبالغات، والله أعلم.